لختام فقرتنا، عودة لعندك داليا. في مؤتمر صحفي له بعد إنجاز التيار الوطني الحر الانتخابات النيابية التمهيدية، توقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ماليا عند قضية المفصولين من الحزب، فانتقد من يتطاول على التيار من داخل التيار داعيا إياهم إلى الاستقالة، معتبرا أن من يرغب بالمنازلة سيهزم. هذا الأمر بده واحد يتوقعه أنه يتكرر، وأعدته الوحيدة لعدم تكراره التزام الشخص هو بالشيء اللي ملتزم فيه تجاه انتسابه للتيار. اللي بده ينتسب للتيار لازم يكون بيعرف نظام التيار ويقرر انه لما بده ينتسب يعني بده يلتزم. التطاول على التيار من قلب التيار لن نسكت عنه. اللي بده يتطاول على التيار هو حر. انا بدعيه اليوم انه يستقيل، تجي منه مش منه، لانه لا مجلس التحكيم ولا حدا بيقدر يلقى ولا منطق بالعالم بيقدر يقبل انه واحد بيقعد بحضنك وبيجرح فيك. بعيدا عن نتائج الانتخابات التمهيدية التي أجراها التيار الوطني الحر، إلا أنها المرة الأولى في تاريخ الأحزاب اللبنانية ينجح حزب في استطلاع أصوات المنتسبين إليه، مسقطا ذرائع عدم الجهوزية لإجراء الانتخابات النيابية. إذن التيار الوطني الحر ينتخب مرشحيه للنيابة، والصوت الاعتراضي كان الأبرز. في تاريخ السياسة الحديث ارتبطت تسمية التيار الوطني الحر بالتيار العوني، ولكن بعد الفراغ من فرز أصوات الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحين عن الدوائر الانتخابية النيابية، تأكد أن العونيين ليسوا بالضرورة جبرانيين. فعلى الرغم من ارتفاع نسبة الاقتراع الإجمالية، كان الصوت الاعتراضي على الرئاسة الحالية مدويا، اعتراض كان صداه الأكبر في الأشرفية مع القيادي المفصول زياد عبس. أهمية هذا الصوت الاعتراضي يعني أنه إجا كسر شوي التابو، يعني خبت العالم خوفها، راحت صوتت صوت اعتراضي مع كل الآليات يلي انعملت كرمال تمنع الناس أنه تعمل هيك. يعني ورق صود، كرتون، ورق كرتون صود بتحطها بقلب الأنفلوب ببين أنه الأنفلوب في ورقة سودة جوا مشان يمنعه يحطوا ورقة تانية مكتوب عليها من برا. وطبعا نتيجة كل الأقضية هي نوعا ما صوت اعتراضي، يعني لما ياخذوا اليوم جزء كبير من الأشخاص يلي هن عندهم نفس التيار الحقيقي ياخذوا أكبر عدد من الأصوات، أول ما ينظر أصوات اعتراضية بأقضية بعيدة وقريبة، يعني هذا بدل أنه بالحقيقة في حالة معترضة وممتعضة يلي عم بيصير. في حق لازم ينعطى لأصحابه، إذا هاي بالنية موجودة في إمكانية للحل. يشرح عبس أن الأصوات الاعتراضية في التيار انقسم قسمين، أحدهما ترجم في التصويت لقياديين مفصولين، والآخر ترجم في التصويت لقياديين لا يدورون في فلك الرئيس الحالي. هم بيعتبروننا منا موجودين، بس نحن رح نأكد لهم أنه نحن موجودين، ورح يحسوا فينا أكيد كل يوم أنه نحن موجودين، وهي بالحالة عم بتزايد. مش البطاقة هي اللي بتخلينا نكون هلأ نعمل انشقاء ولا حالة تصحيحية ولا هيك، مش هيدا برأيي المطلوب بهذه المرحلة. ما في عجلة، بالآخر نحن مش رح نسكت، المهم هن يسمعوا. وفيما رأى الوزير جبران باسيل أن نادي المفصولين قد ينضم إليه ناشطون جدد، كان لابد من طرح سؤال واحد: هل كان يستحق ذلك؟ أنا بالتيار الوطني الحر تعرفت على أفضل أصدقاء لإلي. بالتيار الوطني الحر تعرفت على مرتي، نضلت بأحسن فترة من حياتي، ما بعتقد في ندم ولا لحظة ندم يعني. وإذا رجعت تكررت هاي بالقصة، لأني أنا مؤمن بقضية، نشاطي بهذا الإطار كان مبدئي، برجع بكرره هلأ إذا رجعت معادة التجربة مرة تانية، يمكن بتعاطى معه شوي بأقل وجدانية أو أقل، بتوقع أقل يمكن، بس أكيد ما في ندم. انتخب محاسبو التيار الوطني الحر مرشحيهم للنيابة يوم أمس، لكن الأوراق الحزبية قد يكون لها كلام آخر. آدم شمس الدين، قناة الجديد.